تمنيت اني اخذ كل اسيره في ظرف بريد واروحها معي. سويلي يما من الورد سلسال، سويلي تاج وذكرى في الترحال، سويلي يما من الورد سلسال، سويلي تاج وذكرى في الترحال. من فات شمس الصبح من الهلال، سويلي فجري طلعوا الابطال، بكره رح ترجع مهما ما في طال، حره وراي رجال، حره وراي رجال. لما حضنتهم، حضنت اسيره مثلا محكومه 16 سنه او محكومه 15 سنه، ما كنت بس احضن الاسيره نفسها، كنت احضن ثقل السنين اللي هي حملتها، الوضع اللي هي حملته، انه مثلا تكون مقضيه 4 سنين لسه يكون لها 11 سنه قدام. الحرة لا ما تنهزم في سجنها وتنوح، بصمودها حكاية فخر والله ترد الروح. الحرة لا ما تنهزم في سجنها وتنوح، بصمودها حكاية فخر والله ترد الروح. بالسجن حرة بالثبات بالعز يا ميروح، بالسجن أكيد تجربة الأسر هي تجربة أو ضريبة هي عالية وغالية، يعني لأنه بيقتطع من عمر الإنسان ومن زهرة شبابه. إلا أنه سبحان الله لما نتذكر أنه في سبيل الله كل شيء بيهون، وأنه أجر المحنة بنسينا شدتها، والأجر على قدر المشقة، هذا الشيء بخفف عنا. طبعا أيضا برضو الجانب المشرق في الأسر هو أنه بضيف لشخصية الإنسان معالم أكيد جديدة ودروس وتجارب، يعني الإنسان ما كان ممكن يتعلمها لو يضل برا 10 سنين. يلا خواتي غنوا للفرحة وردوا النور، لو كنا نكتمك جوا الصدر، لو لكن أكثر تحترق حررنا يا الله، بس نادي يفتح صليته على التفج وعداه، باع الجنان بدنيته شو بتنفعوا دنياه. لما الوطن نادى وأن أقسمت أن أشريك فن، لما الوطن نادى وأن أقسمت أن أشريك فن، أنا من